دعوني أرحب بضيف حلقتنا في بداية هذه الحلقة، ينضم إلينا الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون والعلاقات الدولية. مرة مرة دكتور أبو بدوية مساء الخير. نبدأ بهذا الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، كيف يمكن تفسيره والحال أن الولايات المتحدة كانت دائما تتحدث عن حقوق الإنسان ومراعاتها لهذه الجوانب، والحال أيضا بأنها تدين حتى القصف الذي تعرضت له سفارتها في بغداد، فلماذا يكون الحال في بغداد مختلف عما هو في غزة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني أثار انتباهي التناقض اللي أنت عرضته حضرتك على المواقف والازدواجية في المواقف الأمريكية، وخليني أزيد لك الأشياء. اليوم صباحا بقرأ على وسائل الإعلام أن الخارجية الأمريكية تضع بعض أسماء ناس صينيين وأفغان وغيرهم على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، في الوقت اللي هي تستخدم الفيتو لمنع يعني وقف العدوان على قطاع غزة بظل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب، في ذات الوقت يعني تنظر حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وفي أفغانستان وما إلى ذلك. والتناقض الأكبر اللي بيعيش المجتمع الدولي اليوم تحديدا في 9 شهر، إنه يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لجريمة أو لمنع جريمة الإبادة. اليوم بهذا التاريخ سنويا يحتفل العالم بموضوع الإبادة واتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها الدولية، في الوقت اللي المنظومة الدولية والمجتمع الدولي وأكبر منظمة دولية سياسية في العالم الأمم المتحدة لا تستطيع أن تمرر قرار دولي لمنع الإبادة الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين ومرأة العالم كله في قطاع غزة. للأسف مش بس أمريكا المتناقضة، حتى العالم نفسه أجمع يرى ما يرتكب الاحتلال في قطاع غزة من جرائم وغير ذلك، ويقف عاجز، يقف عاجز أمام حتى يعني الضغط على أمريكا. لا يوجد حتى اللحظة أي دولة للأسف الشديد مارست وسائل تجارية أو اقتصادية أو حتى دبلوماسية، يعني بمعنى قطع العلاقات وما إلى ذلك، لا على الكيان ولا على يعني أمريكا من جهة أخرى، حتى توقف أو تضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان. طب دكتور أبو بدوية، لماذا يبدو العالم عاجز أمام أمريكا؟ يعني ماذا تملك أمريكا؟ هل تملك رقاب العالم شرق وغرب؟ يعني الكل، يعني حتى الدول الغربية تبدو منساقة خلف واشنطن إلى هذا الحد. يعني حضرتك بتعرف أنه أمريكا هي القوة العظمى في العالم اقتصاديا وعسكريا، ولا شك أنه يعني كل دول العالم تحسب لها حساب، حتى أوروبا تنساق للأسف أحيانا كثيرة تنساق لمواقفها الدولية في الصراع في الشرق الأوسط تحديدا. يعني تحاول روسيا والصين من جهة أخرى أن يشكلوا يعني نظام متعدد الأقطاب، في هناك محاولات، حتى روسيا من كذا سنة، من سنتين أو ثلاثة أو أكثر، تحاول أن يعني تشكك في هذه المنظومة الدولية وتحديدا منظومة الأمم المتحدة وسيطرة الغرب عليها والفكر الغربي عليها. هناك محاولات، ولكن كل المحاولات حتى اللحظة يعني لم تستطع أن تبعد السيطرة الأمريكية عن هذه المنظومة. موقف الرئيس عباس الحقيقة وصف بأنه قوي هذه المرة، وقد يؤثر ربما في علاقة السلطة المستقبلية مع الإدارة الأمريكية. الرئيس عباس قال الفيتو الأمريكي يضع أمريكا شريكة صريحة في العدوان، هذا الحقيقة تطور في موقف السلطة، كيف يبدو لك؟ منيح، يعني موقف مشكور عليه سيد عباس، ولكن أخشى ما أخشى أن يكون يعني ردة فعل على التصريحات الأمريكية السابقة اللي اعتبرت أن السلطة بحاجة إلى تجديد وبحاجة إلى تأهيل، وهناك أكثر من يعني تلميح أمريكي للأسف في خلال 10 أيام السابقة، تلميح حول السلطة وقدرتها وتجديد في قيادتها وما إلى ذلك. أنا يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الموقف ردا على التصريحات الأمريكية السابقة في هذا الموضوع. إن كان هذا الموقف يعني وأتمنى أن يكون موقف جدي يتبع مواقف أخرى للسيد عباس فيما يتعلق في تحديدا إنهاء القسام، لأنه
هذا الاعتداء على غزة من 7 أكتوبر اليوم أعتقد هو يعني أحلك ظرف تمر فيه القضية الفلسطينية، وأحوج ما يكون الفلسطينيين فيه إلى توافق وطني حتى تفويت الفرصة على الإدارة الأمريكية من جانب اللي قاعدة بتحكي في ترتيبات أمنية لقطاع غزة بعد الاعتداء، وحتى على الإسرائيليين فيما في اليوم التالي لما بعد الاعتداء على قطاع غزة. ما دامت الإدارة الأمريكية كما أشرت حضرتك هناك تلميحات وتصريحات حول السلطة وربما عجزها، وهناك حديث حتى عن من سيخلف الرئيس عباس، يعني المسألة تدور من الآن الحقيقة. إذا أراد الرئيس عباس بهذا التصريح أن يصعد، لا أقول يقلب الطاولة، ولكن على الأقل أن 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 يحرج الجميع ويظهر الساحة الفلسطينية موحدة كما لم تكن ربما سابقا، ماذا بإمكانه برأيك أن يفعل في هذه اللحظة التاريخية؟ أنا بعتقد يعني إذا السيد عباس والسلطة الفلسطينية لن تتمكن من مواجهة الإرادة الأمريكية والإرادة الأوروبية وحتى الإقليمية إذا أرادت تغيير قيادات في السلطة، لن يستطيع أن يواجه هذا التوجه الدولي الواضح نوعا ما إلا بالمصالحة مع حركة حماس، إنهاء الانقسام والجلوس من أجل برنامج وطني توافقي. أعتقد هذه هي يعني الجبهة الوحيدة اللي قادرة إنها تمنع تمرير أي رؤية إسرائيلية وغربية وحتى إقليمية فيما يتعلق في النظام الفلسطيني وحركة النضال الفلسطيني. إذا عباس أصر وسيد عباس أصر أن يبقى وحيدا في الساحة الفلسطينية، بعتقد أنه لن يتمكن من مجابهة لا أمريكا ولا أقل من أمريكا في ظل عدم توافق وطني، عدم وحدة وطنية. أنا بعتقد أنه الوحيدين القادرين على تقوية السلطة الفلسطينية هم الفلسطينيين والتوافق الوطني. المثير أنه السلطة الفلسطينية مع كل التعاون الذي أبدته كان مع المحتل في السابق وحتى في علاقاتها ربما مع الإدارة الأمريكية والتنسيق الأمني وما إلى ذلك، إلا أنا لا تبدو أنها تتلقى الحقيقة الاحترام المطلوب بنظر كثيرين، وللدليل على ذلك ربما ما جرى مع وزير الخارجية الفلسطيني الذي منع من الإدلاء بتصريحاته في واشنطن عقب اجتماعات مجلس الأمن. صحيح، يعني هذا مش من 7 أكتوبر، لا، هذا طوال يعني سنوات الماضية كلها. فرصة التسوية السياسية التي تبناها الرئيس عباس وعدم تبنيه للكفاح المسلح وما إلى ذلك والمقاومة السلمية والدخول في التسوية، أنا بعتقد أنها منحت الفرصة أكثر من كافية من أجل تحقيق أهداف وطنية للشعب الفلسطيني، ولم تتمكن، بل بالعكس هناك استيطان، زيادة في الاستيطان، هناك زيادة في التطرف، هناك زيادة في المواقف المتطرفة من الحكومة الإسرائيلية، هناك نتنياهو الذي يتباهى أمام أحزاب أو أمام أعضاء حزب الليكود قبل أسبوع أو 10 أيام أنه الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية. وبالتالي بعتقد أنه يعني حالة الضعف وحالة الرؤية السياسية الفاشلة إنجاز التعبير التي تبنتها السلطة طوال السنوات الماضية، بعتقد أنه أوصلتنا إلى هذا الأمر. سيد الرئيس بعتقد أنه بإمكانه يفوت الفرصة أمام الجميع بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام حاليا ودون انتظار. نعم، أختم معك ب يعني سؤالين، ولكن لو تجزهما في أقل من دقيقة، فيما يتعلق بالرسالة التي نقلت عن مروان البرغوثي من سجنه والتي دعا فيها إلى تصعيد المقاومة وخص النداء بحركة فتح، وجه لهم خطاب صريح وواضح أنه هذه هي اللحظة وهذه هي الفرصة للوقوف صفا واحدا إلى جانب المقاومة في غزة وباقي الفصائل في الضفة، وأيضا ما أعلنت عنه جماعة الحوثي في اليمن بأنها ستمنع أي سفينة من الوصول إلى كيان الاحتلال ما دام الغذاء والدواء لا يصل إلى غزة، ما رأيك في هذين الموقفين؟ يعني موقف إذا صحت هذه الرسالة عن مروان فهو موقف غير مستغرب، وهذا مش موقف مروان البرغوثي وحده، هناك كثير من القاعدة الشعبية لحركة فتح في داخل الضفة الغربية والتي تختلف مع الرؤية السياسية للسيد عباس، تختلف معه وهي تنادي بما ينادي فيه
يعني مروان البرغوثي. فلا أعتقد أنه هذا أمر مستغرب على مروان وعلى كثير أيضا من أبناء يعني فتح في داخل الضفة الغربية. هذا من جانب. من جانب آخر موضوع الحوثيين بعتقد أنه هو يشكل زيادة ضغط على الأمريكان في من أجل الضغط على الإسرائيليين لوقف العدوان. أنا بعتقد أنه أحد المخاوف الأساسية التي يحسب لها الأمريكان حساب هو عدم اتساع رقعة أو عدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. فأي زيادة للتوترات في الشرق الأوسط سواء على جبهة الجنوب اللبناني أو حتى سوريا أو العراق وحتى الحوثيين، أنا بعتقد أنه بشكل عامل ضغط يعني أكثر وأكثر على الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على الإسرائيليين على القليلة في الإسراع من الانتهاء من هذا العدوان الإسرائيلي. الدكتور رائد أبو بدوي أستاذ القانون والعلاقات الدولية من رام الله، نشكرك جزيل الشكر.